لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.klaketnews.com. وكل اللي بيكتب في بعض مواقع النادي الأهلي بيتقال أول عند الولد اللي أدب خاين على أصاده. هي برضو مش برضو سؤال، هو احنا ضد الإرهاب بجد ولا بنهزر؟ عايز حد يجاوبنا على السؤال ده. لا، احنا ضد الإرهاب دول، لأن الإرهاب قتل ولادنا، جيش وشرطة ونابعة. طب انت بتحتفل عندك بعيد ميلاد أبو تريكة على صفحتك الرسمية؟ وأبو تريكة ده لاعب كرة جميل، من أحرف من محمود الخطيب 100 مرة، خلاص. بس هو في النهاية القضاء المصري حطه على قوام الإرهاب ومصادر له أمواله، ففهمونا. طب لما أنا يبقى في موقع بقول الكلام ده، هو أبو تريكة ولاده أهلاوية زملكاوية يعني، بس القصة هي مش حلوة، الزمالك مصر. طب هو النهاردة لما يكون موقع رسمي للنادي الأهلي، هذا النادي العريق، مش أنتوا النادي الوطنية برضو زينا؟ لما تنزل احتفال بعيد ميلاد أبو تريكة طلع لسانك لمين؟ للشعب ولا للحكومة ولا للدولة المصرية؟